في خطوة تؤطر لمرحلة جديدة من العلاقات التركية الإماراتية، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تأتي زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة في ظل تقارب وتعاون وتنام بين تركيا ودولة الإمارات. زيارة بن زايد جاءت تلبية لدعوة من الرئيس التركي لبحث العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة إلى جانب مجمل القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية. وخلال الزيارة أشرف بن زايد وأردوغان على حفل توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في استثمارات الطاقة، مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصات البلدين، اتفاقية تعاون بشأن الموانئ البحرية، مذكرة تفاهم بين صندوق الثروة التركي وأبو ظبي التنموية القابضة تركز على الاستثمار في التكنولوجيا. وفي 21 من آب الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وجاء الاتصال بعد أسبوعين من استضافة أردوغان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهي أعلى زيارة لمسؤول إماراتي لتركيا منذ سنوات. وهذه الزيارة هي الأولى لولي عهد أبو ظبي لتركيا منذ نحو 10 سنين. واستقبل الرئيس التركي ولي عهد أبو ظبي في قصر الرئاسة بأنقرة، وقد أقيمت لبن زايد مراسم رسمية لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين، ثم توجها معا إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة ولي عهد أبو ظبي.